زيارة جديدة بعناوين مختلفة. وصل نائب الرئيس ورئيس الحكومة خالد بحاح ومجموعة من وزراء حكومته إلى محافظة مأرب. أبرز العناوين تبديد وهم الميليشيا باستحالة عودة الحكومة إلى البلاد وتجولها في المناطق المحررة، وكذا دفع معنوي للمقاومة والجيش الوطني وإثبات أن مأرب باتت آمنة وأن الشرعية تقف على أرض صلبة. زيارة بحاح إلى منطقة صافر التي تضم معسكرا لقوات الجيش الوطني وقوات التحالف بعد يومين من إرسال تعزيزات عسكرية ضخمة، تأتي في إطار التحركات الحكومية المتزامنة مع مكاسب أحرزتها القوات الموالية للشرعية بمساندة قوات التحالف في تعز والمدن المحررة الأخرى. وبعد أقل من أسبوع من وصول الرئيس هادي إلى عدن واستئناف عمل الوزارة من العاصمة المؤقتة، بحاح العائد من جولة دبلوماسية قصدت الإمارات والرياض لحشد الدعم السياسي والإغاثي وإعادة الإعمار، عقد فور وصوله مأرب اجتماعا ضم قيادات السلطة المحلية وقيادات المنطقة العسكرية الثالثة. بحسب مصادر مسؤولة في المحافظة، فإن بحاح اطلع على حجم الاستعدادات العسكرية لتحرير ما تبقى من مناطق مأرب والبدء في عملية عسكرية جديدة لاستعادة العاصمة صنعاء، غير مؤكد أن معركة جديدة يحضر لها من مأرب لاستعادة صنعاء. لكن ما هو مؤكد حتى الآن، تحول مأرب إلى غرفة عمليات مركزية لتحرير اليمن من سلطة الميليشيا، فالتعزيزات العسكرية الواردة لا تتوقف وباتت مأرب خارج سيطرة سلطة الميليشيا. وينبغي أن يفهم الجميع أن أخلاقياتنا ليست أخلاقيات ميليشيات الحوثي. المحافظ سلطان العرادة أعلن في وقت سابق فك الارتباط بين مأرب وصنعاء ماليا وإداريا، وقال العرادة إن إيرادات النفط وغيرها أصبحت تورد مباشرة إلى فرع البنك المركزي في مأرب، وأن إيرادات الغاز أيضا في طريقها إلى التوريد وفقا لتوجيهات حكومية. وتعد مأرب من المحافظات النفطية المهمة التي ترفد خزينة الدولة ب 75% من إيرادات الموازنة العامة سنويا. مأرب التي شهدت معركة الدم والنفط انتصرت وأخرجت المخلوع وحلفائه من جنتها الذين استنزفوا عائداتها منذ عقود. وتتويجا لمعركة التحرير، ها هي مأرب تفك ارتباطها تماما عن صنعاء، المركز الإداري والمالي للمتمردين والانقلابيين.